اهلا بيكم في قناة احمد ستوري. قبل ما نبدأ فيلم النهاردة ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. بيبدأ الفيلم باتنين شباب نايمين في امان الله لحد ما بيحسوا بحاجة بتتحرك من حواليهم، فبيقوم واحد يشوف في ايه، فجأة حاجة ضربته في بطنه وسحبته لبره الكوخ. فالشاب التاني اول ما بيشوفه بيخاف وبيطلع يجري، لكن فجأة بيظهر شخص شكله غريب قدامه وبيمسكه وبيخنقه بايد واحدة وبياخد منه السلسلة بتاعته. المهم الكائن الغريب اللي فيه شبه من البني ادمين ده بيقتله وبعدها بيختفوا هما الاتنين. بننتقل بعد كده لمجموعة شباب بيصيفوا في البحر، والشاب ده بيكون اسمه دانيال. المهم بعد ما بيخرج بيلاقي اصحابه مستنيينه لحد ما بيجي الليل، وكان ساعتها دانيال سهران مع اصحابه. وقتها جات له رسالة من حبيبته انه يقابلها على الرصيف كمان 5 دقايق، فدانيال ما اخرش الطلب وطبيعي اي حد في مكانه هيجري على هناك والشيطان يجري وراه على طول. لما دانيال بيوصل للرصيف بيلاقي حبيبته في المية فبينزل لها على طول وبيقضوا لحظة رومانسية مع بعض، لحد ما بتحصل مفاجأة غريبة جدا. رجل دانيال بتنور وكأن فيها نار وهو في قلب المية، ما بيستحملش دانيال الوجع وبينزل تحت المية علشان يحوشه. بس وهو تحت المية بيشوف نفس الكائن اللي شفناه في البداية، وهو بيقول له يدق من ده لان ده اللي هيحصل له قريب. المهم بقى ان حبيبة دانيال مش عارفة تتصرف وبدأت تخاف عليه، علشان كده بتحاول تخرجه، لكن لما بتشوف رجله والنار اللي فيها بتخاف منه وبتطلع تجري بسرعة على اصحابهم عشان تحذرهم. اما دانيال يا عيني فبيفضل في المية لوحده. وتاني يوم بنشوفه وهو مرمي على الشط ومغمى عليه، واول ما بيفوق بيبص على رجله فبيلاقي علامة النار موجودة على رجله، وبيعرف ان اللي كان بيمر ربي مش حلم ولا حاجه. بس في واحد تاني بيطلع كان بيدور عليه، واول ما بيوصل له بيقول له ان رقم 3 مات، وبيساله لو كان في حد تاني شاف اللي حصل، لكن ده مش حد، ده حد واتنين وتلات. المهم بيرجعوا الاتنين للبيت اللي ساكنين فيه، واللي بيطلع على الشط هو كمان علشان يبقوا منعزلين عن العالم. وبيبدا الراجل يجمع كل صورهم من البيت وبيحرقها لانه قرر يعزلهم من المكان خالص طالما ان في حد شافهم. وهم في الطريق بقى بيبدا الراجل يتكلم مع دانيال وبيعرفنا هو كمان بنفسه، وبيكون اسمه هنري، اللي بيحكي عن قصه حياته وانه ما يعرفش اهله فين من زمان. واول علامه ظهرت له هو كمان كان وهو عنده 9 سنين، وكان دايما متعود على الهرب من مكان لمكان. هنا بقى دانيال بيدخل في القصه وبيعرفنا ان اول ندبه حصلت له كان على شط المكسيك، وما كانش يقدر يعصي اوامر هنري بصفته الحارس بتاعه، حتى بابا نفسه ما كانش يعرف هو فين، وكان دايما بيهربوا من الفضائيين. والمجموعه دي هم نفس الكائنات اللي شفنا واحد منهم قتل الشباب في بدايه الفيلم. دانيال هنا بيحكي لنا انه سافر من كوكبه لكوكب الارض من زمان، لما هنا هربوا علشان يحميه من الفضائيين لانهم كانوا الخطر الوحيد عليه. بيطلع ان في 7 تانيين غيره، يعني 8 شباب نزلوا على كوكب الارض، ولكل واحد فيهم حامي بيحميه زي هنري كده، وكلهم كانوا موهوبين وعندهم قدرات خارقه، وكل واحد كان ليه دور ووقت يظهر فيه، واول ما يجي الوقت المناسب كلهم هيتجمعوا ويرجعوا تاني لكوكبهم علشان يقضوا تماما على الفضائيين اللي هناك. وبنعرف ان اول 3 شباب من نفس النوع بتاعه ماتوا، ولو تفتكر هنلاقي 2 منهم ماتوا اول الفيلم، وهم دول بقى الشباب الموهوبين اللي نزلوا على الكوكب. بعد كده بيسافر دانيال وهنري لامريكا وبيسكنوا في بيت جديد، وبيبدا هنري يغير هوايات دانيال وبيطلب منه يروح يقدم في مدرسه علشان يتخفى فيها ومحدش يعرف مكانهم. وبنلاحظ انهم كل ما يروحوا المكان في سحليه بتبقى معاهم، وبيكونوا قاعدين في البيت بالليل وبيحسوا بحاجه غريبه، ولما بيطلعوا يشوفوا في ايه بيلاقوا كلب صغير واقف في المطر، فبيقعدوا دانيال وبيقرر يربيه. وفي نص الليل كده كان هنري بيخبي اي هويات حقيقيه ليهم، لكنه بيلاحظ ان الكلب بيروح وراه في كل مكان بيروحه. وتاني يوم بتاخدنا الاحداث عشان نرجع لبيت دانيال القديم، اللي بنشوف بنت جميله داخله تفتش فيه على اي حاجه توصلها بدانيال، ولما ما بتلاقيش بتدمره وبتولع فيه، لكن بيكون في حاجه غريبه شويه وهي انها ما بتتاثرش بالنار ولا بيحصل لها حاجه. وهنا بنعرف انها مش الشباب اللي زي دانيال كده، وترتيبها يبقى رقم 6، وجايه تدور على دانيال علشان يتجمعوا تاني. المهم بنرجع تاني لدانيال وبنشوف هنري وهو بيفتش على اسم عالم كبير بيتكلم عن الفضائيين، لكنه اختفى في ظروف غامضه ومش عارفين راح فين. بس وهو واقف بيلاقي دانيال نازل من فوق عشان رايح المدرسه، فبيدي له هنري تليفون وبيقول له يطمنه عليه كل شويه، وبيمنعه يختلط باي حد في المدرسه او يبين قدراته قدام حد. وفي الوقت اللي بيوصل فيه دانيال للمدرسه بنلاحظ ان الكلب بتاعه واقف بره، وبيدخل دانيال يخلص اجراءاته علشان يروح لفصله، بس وهو واقف في مكتب السكرتيره بياخد باله من بنت جميله قاعده مع المدير. وهنا بنعرف ان البنت دي اسمها ساره، وكمان بتحب التصوير جدا. المهم بتخلص ساره كلامها مع المدير وهي خارجه بتشوف دانيال اللي كانت اخذت بالها منه وهو بيبص لها من شباك المكتب، فبتطلب منها السكرتيره توصله لفصله، فبتاخده معاها وبيبداوا يتعرفوا على بعض. وهنا بنلاحظ ان دانيال بدا يعجب بساره من اول نظره، وبتوصله ساره للفصل بتاعه وبتعرفه مكان دولابه كمان. فبيقف دانيال مش عارف يعمل ايه، ولما بيبقى واقف يفتح في الدولاب بيلاقي مجموعه شباب جايين يتعرفوا عليه، والزعيم بتاعهم بيكون اسمه مارك، وبيتعرفوا على دانيال وبيبداوا يتريقوا عليه. وبعد ما بيخلصوا وبيمشوا بيخبطوا شاب في الطريق، والشاب ده بيبقى غلبان وفي حاله، وبنلاحظ انه ما بيتكلمش مع حد خالص، فبيساعدوا دانيال وبيرجعوا له الحاجه اللي وقعت منه، وبيبدا يتعرف عليه هو كمان، وبنعرف ان اسمه سام. بعد كده بيدخل دانيال الفصل وبيقضي اليوم عادي، ولما
بيخلص وبيخرج بيشوف سارة قاعدة في الجنينة، فبيقعد قريب منها، وساعتها في كرة بتيجي في وش سام بتوقعه على الأرض، فبيجري دانيال علشان يساعده، لكن واحد من الشباب اللي مع مارك بيطلب منه يرجع لهم الكرة، فبيقوم دانيال وهو متعصب جدا وبيحدف الكرة بكل قوة، فبتيجي في صدر الواد توقعه على الأرض، فمارك وأصحابه بيخافوا وبياخدوا بعضهم وبيهربوا بسرعة. سارة بقى بتاخد بالها من اللي حصل وبتطلع الكاميرا بتاعتها وبتصور دانيال من غير ما ياخد باله، ولما بيطلب دانيال من سام انهم يتصاحبوا سام بيحاول يبعد عنه لكن مش عارفين ايه السبب، ولما بيمشي دانيال بياخد باله ان سارة كانت بتصوره، فبيبدأ يتشد لها من تاني، ولما بيرجع البيت بيقعد يدور على صفحتها وبيكتشف انها عاملة لكل واحد في المدرسة ملف خاص بيه، لكن هو بيتفرج بيلاقي الصور بدأت تتحذف من على الصفحة لوحدها، وهنري بيدخل عليه وبيفكره انه طلب منه يفضل متخفي عن الانظار وما كانش ليه داعي ابدا انه يبين نفسه، فبيعرف دانيال ان هنري هو اللي حذف الصور بتاعته. في نفس الوقت بنرجع لبيت دانيال القديم وبنشوف الفضائيين وهم رايحين يدوروا عليه، لكنهم بيلاقوا البيت محروق بس بيعرفوا ان لسه عايش من الصور بتاعته، وبنرجع تاني لدانيال اللي كان مركز مع سارة طول الوقت، فبيقرب سام منه وبيبدا يتعرف عليه، لكن دانيال بيطلع له نور فجاه من ايده، فبيتوتر جدا وبيحاول يسيطر عليها بس ما بيعرفش، ولما بيحس نفسه هيتكشف بيجري على بره بسرعه. في نفس اللحظه دي الكلب بتاعه كان بينبح على اخره الهنري وكان بيديله اشاره ان دانيال مش بخير، فلما بيخرج هنري من البيت بيعرف ان دانيال اكتسب قوه جديده، وبنرجع تاني لدانيال وهو لسه مش عارف يسيطر على قوته، لحد ما بيظهر هنري فجاه وبيهديه، فبتبدا قوته تهدى وبيرجع طبيعي تاني، وبياخده هنري على البيت وبيبدا يشرح له القوه الجديده اللي هتزيد كل ما يتوتر، ومع الوقت هيبدا يتحكم فيها بس لازم ما يتوترش لما تظهر عليه، فبيستغرب دانيال انه عنده القوه دي كلها ومش قادر يتحكم فيها، وبيرجع لقطه عشان يجربها، فبيقف الكلب يتفرج عليه، لكن دانيال بتاخده الحماسه شويه وبيقرر يطلع في الغابه يتمرن عليها، فبيمسك حجر وبيرميه في السماء وشوف سبحان الله بيطير في الفضاء الخارجي من ضربه واحده، فبيتحمس دانيال اكتر وبيروح عند الشلال وبيحاول يجرب بقيه قدراته، فبينط نطه كبيره وبينزل واقف على رجليه، وفي اللحظه دي بيظهر الكلب وبيقف يتفرج عليه. بنرجع تاني لساره اللي كان دانيال معدي من الشارع بالصدفه وشافها واقفه في محل، فوقف يراقبها من بعيد لحد ما بتخلص، ولما طلعت صمم انه يوصلها للبيت، ففضل ماشي معاها لحد ما بدات تعجب بيه، بس اول ما بيوصلوا البيت ساره بيحس دانيال بحاجه غريبه كده كان محتاجها، فبتعزمه ساره انه يتعشى معاها هي واسرتها، وبيدخل فعلا يتعشى وبيقضي معاهم الليله، ودي كانت اول مره يعيش الجو الاسري ده. بعدها بيطلعوا مع بعض للاوضه وبتعرفوا ساره على العالم بتاعها، بس وهم قاعدين قاعده رايقه كده بيسمعوا صوت الكلب بتاعه بره، فبيتضايق دانيال جدا لانه كان خلاص هيقرب منها قوي، لكن الكلب بيقطع عليهم اللحظه الرومانسيه دي. وفي وقت ما بيبقى خارج من بيت ساره بنكتشف ان مارك واقف بره بعربيته وبيكون شايفه وهو ماشي، وبيبان قد ايه هو اتضايق منه. تاني يوم بقى لما بيروح دانيال للمدرسه بيحكي لسام على اللي حصل بينه وبين ساره بالليل، فبيعرفه ان مارك لو عرف انه بيكلمها هيعمل معاه مشاكل، لكن دانيال طبعا ما كانش همه، واول ما بيفتحوا الدولاب بيلاقوا دم مغرقهم مره واحده، فبيعرفوا على طول ان مارك هو اللي عمل كده، واول ما بيشوفوه معدي من جنبهم بيجري دانيال عليه وكان هيضربه لولا انه افتكر كلام هنري ومرضاش يبين قدراته، فبيدخل الحمام هو وسام عشان يغسلوا نفسهم، وبيبدا سام يحكي له عن بابا اللي اختفى فجاه ومحدش يعرف مكانه، وفي نفس الوقت اللي كان بيحكي فيه كان هنري بيبحث عن بابا على النت، لان سام يبقى ابن العالم اللي بيدور ورا الفضائيين، وبالصدفه يكون هو صاحب دانيال. بيعرف هنري ان اخر مكان زار والد دانيال كان مصنع حديد قديم، فعلى طول بيقوم يروح لنفس المكان وبيفضل يدور على اي حاجه يكون العالم ده وصل لها، لحد ما بيلاقي قطعه حديد قديمه مكسور منها نصها، فبياخدها معاه وبيرجع للبيت وبيلاقيها عباره عن خريطه لعالم الفضاء، او تقدر تقول كده بوابه للعالم ده. بالليل بقى بنشوف الفضائيين وهم ماشيين في المدينه، وطبعا اي حد بيشوفهم بيبدا يخاف منهم، اما دانيال فكان في نفس الوقت خارج مع سارة للملاهي وحبوا انهم يدخلوا بيت الرعب، فاول ما دخلوا كان الجو هادي وجميل لحد ما ظهر لهم مجموعه رجاله نزلوا ضرب فيهم، فحاول دانيال انه يحمي سارة بقوته الخارقه لكن عددهم كان كبير وما كانش قادر عليهم. في نفس اللحظه كان سام شافهم وهم داخلين فدخل وراهم، كان وقتها دانيال بدا يتوتر وقدرته الخارقه تطلع، اما سارة ففي واحد خطفها وطلعها بره، وهنا بنكتشف ان الفضائيين جزء من الليله دي واللي بيطلع انقذها هو مارك، فبتستغرب سارة هو عارف مكانها ازاي وبتفضل تساله عن دانيال، لكنه طبعا بيبقى عاوز يخلص منه، فبتتخانق سارة معاه وكانت هتمشي فلقت في وشها دانيال اللي وقف قدام مارك فاتغاظ منه، وبداوا الاثنين يتخانقوا سوا. دانيال كان جايب اخره من مارك وبيحاول يخنقه ويموته، لكن سارة وقفته وطلبت منه يسيبه، فدانيال اتضايق من اللي حصل واخد بعضه ومشي. وقتها سارة ما حبتش تسيبه لوحده وطلعت تجري وراه وعزمته انه يروح معاها البيت، فبيتمشوا مع بعض لحد البيت، وهناك بتحاول سارة تنسيه اللي حصل وبتطلب منه يتقابلوا تاني يوم. ولما كان دانيال مروح في الطريق حس ان في حاجه مش مظبوطه، لحد ما لقى رساله من سام بيطلب منه انهم يتقابلوا، فعلى طول دانيال راح يشوفه، وهناك بقى سام واجهه بكل اللي شافه في بيت الرعب وبيطلع له صوره كمان وهو بيستخدم قوته، فبيواجهه دانيال بالحقيقه كلها وبيعرف
بيعرفوا ان باباه ما كانش مجنون ولا حاجه وان فعلا في فضائيين. تاني يوم بيجي ضابط يقابل دانيال عشان يساله عن مارك اللي بالصدفه بنعرف انه باباه، لكن دانيال بينكر انه شافه وبيعرفه انه كان خارج مع ساره مش اكتر. فبيشك في الضابط لكن ما بيقدرش يمسك عليه حاجه، وبيهدده انه يقرب من ابنه تاني وبيسيبه وبيمشي. بس وهو خارج بياخد باله ان البيت مترشق كاميرات من كل حته، ويا ترى ده هيفيد بايه مش عارفين. بعد ما الضابط ما بيمشي بقى بيطلع هنا لفيديو على النت وبيعرفه انه اتصور يوم ما كان على الشط، والفيديو دلوقتي بقى منتشر على نطاق واسع، واكيد لو صحابه شافوه هيتعرفوا عليه، علشان كده بيطلب منه يجهز حاجته علشان يمشوا. فبيرفض دانيال قرار هنري المره دي، وما بيرضاش يسيب البيت علشان ساره، لكن هنري بيعرفه ان في خطر على حياته. ولما دانيال بيلاقيه مصمم بيتخانق معاه، فبيحاول هنري يهديه علشان ما يظهرش قوته، وكمان عشان ما يستخدمهاش غلط لانها هتسحب من طاقته وهيضعف. وفعلا دانيال بيهدى وبيقعد يحكي له عن ساره وانه قد ايه حبها ومش هيلاقي زيها. فبيفكره هنري انه مهما عمل مش هيتحول لبشري، وبيديله مهله يوم واحد يروح يودعها فيه لحد ما يجهز حاجتهم علشان يسافروا. في نفس الوقت ده بنشوف البنت رقم 6 وهي بتتفرج على فيديو دانيال وبتقدر تحدد مكانه، فبتتحرك على طول عشان توصل له بسرعه. في الوقت ده بيطلع دانيال لاوضته، ولما بينزل يدور على هنري ما بيلاقوش في البيت لحد ما بيلاقي واحد بيتصل بيه وبيطلع خاطف هنري وبيطلب منه يروح له في مكان معين عشان يتكلموا سوا. فبيتصل دانيال على سام وبياخده معاه، ولما بيوصلوا للمكان المطلوب بيتسحبوا جوه البيت لحد ما بيشوفوا ناس بيراقبوا المكان بره، وبيشوفوا مدخل البيت من بره فبيدخلوا فيه. وفي اللحظه دي بيبقى هنري مربوط وحواليه ناس كتير، وكمان سام بيتقبض عليه وبيدخلوا البيت. فبيحاول دانيال انه يحررهم باي طريقه، وبتدور خناقه كبيره ما بينهم. بيستخدم دانيال قدرته عشان يوقفهم وبيقتل الناس منهم، لحد ما فجاه بيظهر الفضائيين وبيهجموا عليهم. فبتدور معركه كبيره ما بين الفضائيين ودانيال، وبينجحوا ان هم يهربوا لبره، بس الفضائيين بيروحوا وراهم، وللاسف بيتصاب هنري في بطنه، واثناء ما بيكونوا في الطريق ما بيلحقش يوصل وبيموت. فبيخسر دانيال اعز صديق ليه وبيتبخر قدام عينه. في نفس الوقت ده كان الفضائيين بيدوروا على طريقه يعرفوا بيها مكان دانيال، ولما بيقدروا يوصلوا له بيقتلوا الناس اللي كلفوهم. اما بقى والد مارك فبيقبض على ساره علشان يعرف مكان ابنه فين، ولما بيرجع دانيال على البيت بيفضل يدور على الجرح بتاع هنري. اما سام فبيمشي بالعربيه لحد ما الكلب بيوقفه. في الحفله بقى كانت ساره بتتكلم مع مارك اللي بيتضايق منها عشان فضلت عليه دانيال، وبيزقها من فوق السطح في نفس اللحظه اللي بابا بيوصل وبيشوفهم فيها، لكن دانيال بيستخدم قوته وبيمسكها قبل ما تقع وبياخدها وبيطلعوا يجروا بسرعه من الشرطه. فالكل بيتصدم من قوه دانيال، حتى ساره نفسها ما كانتش تعرف بالموضوع ده. في نفس الوقت كان مارك وبابا بيحاولوا يوصلوا لدانيال، لكن الفضائيين بيوقفوهم في الطريق وبيخطفوا مارك معاهم وبيقتلوا ابوه، وبيكونوا خاطفينه معاهم عشان يدلهم على مكان دانيال. في الوقت ده بيوصل دانيال وساره للمدرسه، لكن مارك بيجيب الفضائيين وبيجي وراهم. ولما سام بيشوفهم بيتصل على دانيال عشان يعرفه، فبيحاول يهرب باي طريقه بس بيلاقي المكان كله محاصر. لكن فجاه بتظهر رقم 6 وبتهجم على الفضائيين وبتساعد دانيال اللي بيعرف انها معاه وجايه تساعده ومش جايه ضده، فبتاخده بسرعه وبتحاول تهربه من المكان. وبنرجع تاني لسام اللي بيكون في العربيه مع الكلب بتاع دانيال اللي بيشوفه وحش طالع من عربيه الفضائيين وبيدخل المدرسه عشان يقتل دانيال. فهم قاعدين فجاه الكلب بيتحول هو كمان لوحش وبيجري ورا وحش الفضائيين ده علشان يقتله. اما سام فبيخاف وبيهرب بسرعه قبل ما يموت، ولما بيشوف دانيال بيقعد يحكي له على اللي حصل، لكن دانيال ما بيكونش فاهم ولا مصدق اللي بيقوله لحد ما بيلاقوا الوحش داخل عليهم ومن وراه الكلب اللي بيمسك في الوحش ويحاربه. المهم بقى بتحصل معركه كبيره جدا، والوحش بيحاول يقتل دانيال لكن الكلب بيساعده وبيحوشوا عنه. فالفضائيين بيتدخلوا وبيبقى عايزين يقتلوه، فبيحمي دانيال هو كمان بدوره وبيضربهم، لكن لما الفضائيين بيضربوا طلقه من معاهم بتيجي في رقم 6 وبتفقدها طاقتها، فبسرعه بينقذها دانيال وبيديها من طاقته وبترجع مره ثانيه تكمل المعركه اللي بتكون مشتعله ما بين الكل. والكلب هنا بيقدر ان هو يهزم الوحش، لكن بعدها بيموت بعد ما بيكون خلص مهمته. ومع اخر فضاء بيطلع ورا دانيال ورقم 6 بيحاول دانيال يهزمه بقوته الخارقه، فبتشتد المعركه اكتر واكتر ومحدش شايف حاجه من كتر الضرب، لكن في فضائي بيقدر يمسك دانيال وكان خلاص هيقتله، فدانيال بيتوهه بضربه واحده لولا ان رقم 6 بتتدخل والقاضيه ممكن. الفضائي بيموت اخيرا. وفي رحله تاني يوم بتقرر رقم 6 انها تخرج هي ودانيال علشان يجمعوا بقيه الفريق اللي كان معاهم ويرجعوا للكوكب بتاعهم ويحرروه. ساعتها بنشوف ماركو وهو بيعتذر لدانيال على كل حاجه عملها وانه كان غلط طول الوقت ومش مقدر قيمته، فبيروح بعد كده دانيال علشان يودع ساره لان مش مكتوب له يفضل معاها، هو مهمته حاجه تانية خالص. وبينطلق هو ورقم 6 في رحله طويله ملهاش اخر، وبكده بتنتهي احداث فيلمنا النهارده. اتمنى تكونوا اتبسطتوا معانا، وما تنساش كمان لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك وسبسكرايب وتفعل كمان الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. واشوف بقى وشكم على خير، سلام.